أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر اليوم الخميس 12 من شهر سبتمبر، اليوم 42 بعد 300 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع غزة. سنعرج الليلة على الضفة ما بين تنكيل المحتل والتعاون أو التواطؤ من قبل السلطة وأجهزتها. المحتل الحقيقة يواصل الاعتقال والاقتحام والقتل في الضفة، وهناك تعاون واضح وصريح من السلطة وأجهزتها. السؤال في الساعة الأولى: أين تضع السلطة نفسها في هذا الذي يجري في الضفة؟ يعني أنت لست شاهد ما شافش حاجة، أنت فلسطين وتمثل أجهزة الأمن السياسية أو الأمنية التي يفترض بأنها ترعى حقوق ومصالح هذا الشعب في الضفة. هذا التعاون أو التواطؤ من قبل السلطة وأجهزتها أين يضعها؟ في أي دائرة؟ ثم من حق المواطن في الضفة أن يسأل: ما جدوى وجود هذه السلطة أصلاً وأجهزتها الأمنية إن كانت لا تحميني ولا تقدم لي أهم خدمة وهي حمايتي أمام هذا العدوان السافر؟ شهيد اليوم في مخيم الفارعة جنوب طوباس برصاص قناص صهيوني. لاحظ، ينشرون جنودهم على أسطح البنايات العالية. قوات الاحتلال شنت صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة. الليلة الماضية اعتقلت أحد المرضى، صدق أو لا تصدق، من داخل مستشفى محمود عباس الحكومي. حطوا لي تحت سطر الحكومي، المفروض محمي من أجهزة الأمن الفلسطينية، ببلدة حلحول، طبعا بدم بارد. اعتقلته وغادرت، لم يعترض سبيلها أحد. يجري كل هذا خلال 24 ساعة الأخيرة فقط، وكالعادة أمام أنظار السلطة وأجهزتها الأمنية. بل أكثر من ذلك، تكشفت في الأيام الأخيرة فضائح جديدة حول التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. سنعرض بعض هذه الفضائح بعد قليل. مرة أخرى نسأل: أي دور للسلطة ولأجهزتها الأمنية في الضفة؟ فقط نريد أن نعرف شو جدوى وجودك أنت؟ ما جدوى وجود السلطة وأجهزتها المسلحة؟ إن كانت تراقب وترى ما يجري لأهلها وأبنائها دون أن تتحرك لمنعه أو التصدي له، كيف يجري كل هذا أمام أعينهم؟ أي دم يجري في عروق هؤلاء؟ ساسوا عسكريين، يتساءل البعض. هل باتوا يعبدون الطريق أمام المحتل؟ الأمر يبدو كذلك، يقول بعض النشطاء. سنتناول كل هذا في ساعتنا الأولى. في الساعة الثانية سنعرج على المواقف العربية والمطالب التي لا تنتهي. وزراء خارجية العرب الذين اجتمعوا لتوهم في القاهرة طالبوا بالجمع بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. طيب، طالبت، أهلا وسهلا، ماذا بعد الطلب؟ ماذا أعددت لفرض طلبك؟ لأنه لطالب عندما تكون اليد العليا هي للمحتل والله ما يعطيك حاجة، فكيف على العرب أن يفعلوا حتى يفرضوا مطالبهم فرضا؟ مندوبون عرب أيضا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف يطالبون بدورهم بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينهم مندوبة قطر والمندوب الجزائري والمندوب المغربي. طيب، تطالب، يعني لمن توجه طلبك؟ سؤال فقط. عندما يطالب العربي يقول نطالب بوقف إطلاق وقف الحرب في غزة، لمن توجه هذا الطلب؟ ثم من يلتفت إليك إن كنت أنت الأضعف وإن كنت لا تسند طلبك بورقة تهديد؟ إلى متى يستمر الطلب والمناشدة؟ لأنه إلى الشهر 11 على التوالي والعرب يطالبوا، نطالب بوقف العدوان، نطالب بوقف الحرب، نطالب بإنقاذ إخواننا في غزة، لم يلتفت إليهم أحد. ماذا، هذا هو السؤال المصيري الذي لا يسأله العرب الرسميون، ماذا أعد العرب لفرض مطالبهم وافتكاكها افتكاكا
رفض المحتل التجاوب، والحقيقة هو رافض يعني للشهر الحادي عشر على التوالي وهو لا يلتفت إلى هذه المطالب. ماذا أعد العرب لفرض مطالبهم فرضا؟ أم تراهم سيواصلون الاستجدام على الدوام طول النهار، هم مادين أيديهم وكأنهم ليسوا أهل القضية؟ سنعود إلى هذا السؤال المهم في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من الضفة بين تنكيل العدو وتواطؤ السلطة كما يقول البعض. أهلا بكم. المحتل الصهيوني إذن يواصل التنكيل بالضفة المحتلة، والسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تواصل تعاونها وتنسيقها الأمني. لماذا يسمى تنسيقا أمنيا؟ لأن كلمة التنسيق الأمني هي بين حليفين أو شريكين أو صديقين أو حبيبين، لا يمكن أن يسمى تنسيقا، لأن كلمة تنسيق فيها شيء من الإيجابية. لا يمكن أن تنسق أنت مع عدوك وعدو شعبك. لماذا لا يسمى خيانة صريحة يقول نشطاء كثر على صفحات التواصل؟ على كل حال، في جديد العدوان المتواصل على الضفة استشهد سفيان جواد فايز عبد الجواد ويبلغ 46 عاما برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طباس شمال الضفة المحتلة. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بالتزامن مع عمليات الاقتحام المستمرة والمتصاعدة للمدن والبلدات لا سيما الشمالية منها. عدوان متواصل على مخيم طول كرم، حيث ينشر العدو قناصته على أسطح المنازل ويتمركز عند المداخل وداخل الشوارع والأزقة. قوات الاحتلال تواصل حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طول كرم. شهدت المدينة أمس استشهاد 3 شبان في قصف جوي استهدف إحدى المركبات هناك. مدينة الخليل شهدت الليلة الماضية اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى محمود عباس الحكومي ببلدة حلحول واعتقال أحد المرضى فيه بدم بارد وأمام أعين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. وفي قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم تعرض طفل للتنكيل بالضرب والحرق بالسجائر قبل إخلاء سبيله. وقالت وكالة وفا إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم حمامرة ويبلغ 17 من عمره أثناء عودته من مكان عمله في مغسلة للمركبات. يجري كل هذا خلال 24 ساعة الأخيرة فقط. في الأثناء تكشفت فضائح جديدة حول التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، حيث قامت أجهزة أمن السلطة بتفكيك عبوات ناسفة قرب مخيم جنين وفي منطقة طمون كانت معدة لاستهداف آليات الاحتلال خلال توغلها في جنين. كما تزامنت هذه الأحداث مع تقارير عن مشاركة 500 عنصر من أمن السلطة في التنسيق الأمني مع المحتل لضبط الأمن كما يقال في شمال الضفة الغربية، وسط اتهامات الفصائل للسلطة بالتضييق على أنشطتها واعتقال عناصرها. طيب، نسأل في هذه الساعة، أي دور للسلطة ولأجهزتها الأمنية وعناصرها المسلحة في الضفة؟ فقط محاولة للفهم يعني. عندما تكون الضفة الآن ينكل بها ويقتل أبناؤها ويعتقلون ويعذبون ويختطف بعضهم من داخل المستشفيات وتهدم البيوت وتجرف الطرقات وهناك اعتداء على البنى التحتية متعمد،
أي دور بقي للسلطة الفلسطينية ولأجهزتها الأمنية؟ سؤال مهم. إذا لم يكن لك دور في حماية شعبك والتصدي لهذا الإجرام، فما هو دورك إذن؟ سؤال يعني أنا لا أكاد أجد له إجابة الحقيقة. كيف يجري كل هذا أمام أعين هذه الأجهزة؟ البعض يتساءل أنه لا يمكن أن تكون نفس الدماء التي تسري في عروق هؤلاء هي نفسها التي تجري في عروق الفلسطينيين، لأنه أقلها النخوة والشهامة أنك تتصدى أن يعتقل مريض من داخل المستشفى، وبالمناسبة المستشفى هو باسم الرئيس محمود عباس، ولا يعترض سبيل الجنات أحد، فهذا الحقيقة ينسف دور السلطة وأجهزته الأمنية. هل باتوا يعبدون الطريق أمام المحتل يتساءل البعض؟ نحن نطرح الأسئلة ونبحث عن أجوبة. أعود للجمهور بعد قليل، ولكن نرحب في البداية بضيف حلقتنا السيد صالح أبو عزة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد أبو عزة مساء الخير. يتواصل الإجرام والتنكيل الصهيوني لأيام متواصلة الآن في الضفة الغربية على غرار غزة، ماذا خلف هذه الحملة التي تبدو ممنهجة الحقيقة ولا يريد الاحتلال وقفها؟ يعني ربما علينا الإشارة في البداية بأن هنالك أهداف قصيرة في المدى للاحتلال، كما أن هنالك أهداف بعيدة المدى. بعيدة المدى مرتبطة بأساس المشروع الصهيوني القائم على أن ما بين النهر والبحر هي أرض لإسرائيل. بالأهداف الكبيرة هو أن الصهيونية الدينية وحكومة اليمين المتطرف تؤمن بأن الضفة المحتلة هي يهودا والسامرة، وبأن أرض ألون وأرض بيت إيل وأرض المستوطنات أهم بكثير ربما من ناحية دينية من تل أبيب وحيفا وغيرها من المدن الساحل. هم يعتقدون بأنها جزء أصيل من التراث اليهودي المزعوم. هذا على الأهداف العامة. ناهيك عن أن ما زال الإسرائيلي يؤمن بغالبيتهم المطلقة بأن بالمشروع الصهيوني القائل بأن أرض إسرائيل هي من النيل إلى الفرات، فلذا تبقى الأرض الفلسطينية ليست هي المهددة فقط في ظل نظر الكيان الإسرائيلي إلى أبعد من ذلك، إلى العراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن ومصر. هذه مناطق هي جزء من المخطط الصهيوني للسيطرة عليها على أمد بعيد. هذا في الأهداف البعيدة، ولكن في الأهداف القريبة يجدون بأن هنالك مقاومة بدأت تشتعل منذ مايو 2021 على خلفية سيف القدس في غزة. هذه يعني الكتائب التي بدأت صغيرة ثم بدأت عملية جز العشب الذي انتهجها جيش الاحتلال، إلى أنه كلما قتل شهيدا انضم العشرات الجدد من المقاومين الفلسطينيين إلى هذه الكتائب. هذه الكتائب بدأت في جنين، انتقلت إلى طول كرم، إلى طوباس، إلى نابلس، إلى غيرها من المدن والمحافظات، حتى شملت كافة شمال الضفة المحتلة. الآن هذه المسألة باتت تشكل خطراً عليهم، خاصة أن عدوى المقاومة تنتقل من محافظة إلى محافظة. نعم. هنالك بيئة حاضنة لهذه المقاومة، فلذا نجد مسار جيش الاحتلال في المحافظات ضمن العملية التي أعلن عنها مؤخراً تسير ضمن مسارين أساسيين. المسار الأول متعلق بمحاولة اغتيال أكبر قدر ممكن من المقاومين والقضاء على بنيتهم العسكرية الناشئة. المسار الثاني هو تدمير البنية التحتية المدنية من أجل التأثير على البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية، باعتقاد أن هذه البيئة ستتخلى عن هؤلاء الشباب المقاومين من جانب، ومن جانب آخر ستضغط باتجاه أن يكف المقاومين مقاومتهم تجاه الكيان الإسرائيلي، لأنه واقع الأمر يقول بأن الاحتلال للمرة المليون يفشل في فك شفرة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب متمسك بأرضه، متمسك بمقدساته، متمسك بمعتقداته،
ومتمسك بمقاوماته. الشعب يقاوم، ولكن يبدو أن هناك طرف من هذا الشعب لا يقاوم بل ينسق أمنيا ويتعاون مع العدو، والشواهد الحقيقة أكثر من أن تحصى. البارحة اقتحمت قوات الاحتلال أحد مستشفيات الضفة واعتقلت مريضا من هناك بدم بارد دون أن يعترض سبيلها أحد. ألا يتساءل المواطن الآن أمام هذه الأحداث المتكررة في الضفة، يعني عن جدوى وجود السلطة وأجهزتها الأمنية؟ لا شك أن هنالك مشروعا غالبا في الشعب الفلسطيني هو مشروع المقاومة والتي تقوده حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الأخرى، وهو يعني المشروع الذي يؤمن به الغالبية الساحقة من شعبنا الفلسطيني، إلى أن هنالك مشروعا يعني اخطط منذ أوسلو 93 حتى هذه اللحظة، هو مشروع الاستسلام لإسرائيل، لا مشروع سلام، لأنه خلال 32 عاما لم نشهد أي خطوة حقيقية للسلام المزعوم، وهم السلام، وإنما رأينا استسلاما من جهة فلسطينية تتولى القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني، تقدم التنازلات السياسية والأمنية والاقتصادية وترهن مقدرات الشعب الفلسطيني واقتصاده وأمنه وقراراته السياسية بيد أي حكومة إسرائيلية. يعني السلطة الفلسطينية لا ترهن قراراتها الآن لنتنياهو، هي منذ رابين حتى هذه اللحظة تتوالى الحكومات الإسرائيلية، والقرار الحقيقي لما تقوم به السلطة هو بيد إسرائيل. أبو مازن بذاته يقول أنني لا أستطيع التحرك من مدينة إلى مدينة دون المرور على صفات جندية إسرائيلية. إذا ما دام هذه قناعة السلطة بأن هذه السلطة ضعيفة، هذه السلطة لا تمتلك قرارها، لا تمتلك أي شيء، إذا لماذا تستمر بهذه المهزلة التي باتت تشكل يعني خنجرا مسموما في ظهر القضية الفلسطينية لعدد من الأسباب. السبب الأول أن حركة فتح ما زالت متمسكة بالسلطة، وهذه نقطة مفصلية، يعني حينما يجري تغييرات حقيقية داخل منظومة حركة فتح ربما نكون أو نتفائل أن يكون هنالك للسلطة دور غير الدور الذي تقوم به. فلذا هنالك إصرار لدى حركة حماس في محاولة لإنقاذ حركة فتح عدوها اللدود، يعني بإخراج مروان البرغوثي، لأنها تؤمن بأن شخصية مثل مروان البرغوثي والتيار الذي ينتمي إليه داخل حركة فتح ما زال يؤمن بالكفاح المسلح ولا يؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال. الذي يرفض ويضع الفيتو على إخراج مروان البرغوثي من السجن قبل إسرائيل هي السلطة الفلسطينية. وإسرائيل بالمناسبة قيادات إسرائيلية أكثر من مرة قالوا بأن هنالك طلبا من السلطة قد وصل للإسرائيليين بعدم الإخراج عن مروان البرغوثي، وإذا تم الإصرار عن الإخراج عنه فليكن خارج فلسطين، فليذهب إلى أي دولة أخرى. إذن بمعنى أن هذه السلطة الفلسطينية في درجة ما في زاوية ما أصبحت تعمل كوكيل أمني واقتصادي لإسرائيل. إسرائيل الآن باتت في أسخف حالات الاحتلال لأي منطقة حتى من الناحية المادية. أجل جاءت هذه السلطة لتحمل عن كاهل الاحتلال العبء الاقتصادي الذي كان المفترض أن الاحتلال هو الذي يتحمله، لأنه دائما السلطة ما تثير شعبيا أنني أوظف 70,000 عسكري، أنني أوظف 100,000 مدني في التعليم وفي الطب وفي كذا. هذه الوظائف ستكون موجودة لو كان الاحتلال موجودا، لأن المدارس يجب أن تكون مفتوحة والمستشفيات يجب أن تكون مفتوحة. فلذا ليست ميزة للسلطة الفلسطينية في هذا المجال الخدمي. نحن شهدنا قبل إقامة السلطة الفلسطينية كانت المدارس مفتوحة، المستشفيات، العيادات، غيرها، لأن بموجب القانون الدولي الاحتلال مجبر إجبارا بأن يعتني بهذا الشق المدني. الآن السلطة تتحمل هذا الواجب. ما الذي زاد عمليا؟ ما زاد عمليا هو التنسيق الأمني الذي بات
يعني خنجرا مسموما، هو خنجرا مسموما منذ بدء. على ذكر نعم، على ذكر هذا المصطلح أو هذه التسمية سيد أبو عزة، وهنا أختم معك، التنسيق الأمني، هناك من يرى بأن كلمة التنسيق فيها شيء من الإيجابية ولا يفترض أن تستخدم في حالة التعاون مع العدو، ويفترض استخدام المصطلح الصحيح وهو الخيانة الصريحة كما درج الأمر في ثورات عربية أخرى مثل الثورة الجزائرية وغيرها. هذا الذي يسمى تنسيقا أمنيا أو هذا التواطؤ ومساعدة العدو ظهر في هذه التقارير بالذات، وهي تقارير خطيرة الحقيقة، حديث عن 500 عنصر من أمن السلطة يعني يتعاونون مع العدو في شمال الضفة تحت ذريعة ضبط الأمن، وكلمة ضبط الأمن تعني مطاردة المقاومين وتأمين المحتل الصهيوني. كيف يترجم دور السلطة الآن حتى لو أردنا أن نلخص، وما هي الخلاصة التي يخرج بها المواطن الفلسطيني بعد هذا العدوان عن جدوى وجود هذه السلطة وأجهزتها الأمنية؟ ألا ترى أن المسألة ربما بعد توقف العدوان ستطرح بشكل أكثر جدية؟ يعني دعني أشير في عجالة إلى مسألة ماذا يسمي الشعب الفلسطيني التنسيق الأمني. هو يسميه عمالة وخيانة للدماء الفلسطينية. ربما نحن من نستخدم كلمة التنسيق الأمني كمصطلح دارج في التحليل السياسي، ولكن شعبنا الفلسطيني، البسطاء، من يؤمن بالمقاومة، كل شعبنا يسمي هذا التنسيق عمالة وخيانة. هذا جانب. الجانب الآخر، ما تقوم به السلطة الفلسطينية الآن هو خطير جدا. السلطة الفلسطينية تقف عمليا، تقف إلى جانب إسرائيل في محاولة القضاء على تنظيمات المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة. هذا ما يحصل تماما. هنالك اعتقالات تقوم بها السلطة، وحينما تعجز السلطة تأتي إسرائيل، وحينما تأتي إسرائيل تأتي لتقتل وليس لتعتقل، تأتي لتغتال، تأتي لتذبح. هذا من جانب. من جانب آخر، حينما يقوم الشباب الفلسطينيين في مخيم جنين، في مخيم نور شمس وغيرها من المخيمات، بوضع العبوات الناسفة وزراعتها، لم يشتكي فلسطيني واحد من هذه العبوات، لأنه يدرك بأنها لا تضره. لا يوجد أي حالة بأن تفجرت هذه العبوات بمجموعة شعبية من شعبنا الفلسطيني، ولأنه شعبنا الفلسطيني يدرك بأن هذه المسائل هي جزء من الحماية الأولية للمقاومين الفلسطينيين. حينما تأتي السلطة الفلسطينية لتفكيك هذه العبوات، معنى ذلك أنها تفتح المجال لآليات الاحتلال وجرافاته حتى لا تتعرض لأي سوء، وتقوم هذه الجرافات والآليات بالدخول إلى المدن الفلسطينية. أنا أستغرب حينما أستمع لمسؤول في السلطة الفلسطينية يتحدث عن تدمير البنية التحتية. تدمير البنية التحتية لولا أنك تقوم بتفكيك مئات، حتى هذه اللحظة هنالك المئات من العبوات الناسفة التي كانت من المفترض أن تتفجر بالآليات التي تجرب شوارعنا وتقطع الكهرباء والماء والإنترنت والهاتف عن شعبنا الفلسطيني في هذه المخيمات، كانت المفترض أن تتفجر بها. ولكن أنت من تسهل عملياً السلطة الفلسطينية أو الدور الأمني الآن للسلطة الفلسطينية هو تمهيد الشوارع والممرات والطرقات لجيش الاحتلال لكي يتمكن من الدخول بسهولة إلى هذه المخيمات. هذا الدور الذي يصفه شعبنا للسلطة الفلسطينية. فلذا هنالك غضب شديد من شعبنا الفلسطيني تجاه السلطة الفلسطينية، تجاه الأجهزة الأمنية، ناهيك عن دور مفترض بأن هذه المناطق التي تدخل إليها إسرائيل هي مناطق ألف، ومناطق ألف أي أنها خاضعة إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية. هذه الأجهزة التي يعني يدفع رواتبها من قوت الشعب الفلسطيني ومن ضرائبه ومن لحمه ومن دمه، أين هو دور هذه الحماية؟ هذه المفترض، هذا الجهاز الذي يسمى المخابرات والأمن الوقائي والاستخبارات، ما أكثر الأجهزة في الشارع الفلسطيني، وما أكثر عناصرهم، وما أكثر مقراتهم، إلى أن حينما يدخل جيش الاحتلال المفترض ليس شاباً أن يحمل سلاحاً للدفاع عن الشعب الفلسطيني. أنت
الموكل إليك شعبيا بأن تحميني. غيابك عن قيامك بالدور الأصلي، يعني كل دول العالم، كل دول العالم الأجهزة الأمنية فيها، الجيش فيها لحماية الشعب. ما هو الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة؟ لماذا لدينا 70,000 عنصر في الضفة؟ هل المطلوب منهم فقط هو يعني مرور السيارات، يعني شرطي مرور للسير؟ هذا يمكن أن تنظم أي مدنية. هل مطلوب منه يعني مسائل متعلقة بحماية مقرات أو كذا؟ ليس هذا الدور المنوط به. المنوط به أن يتصدى لجيش الاحتلال. طبعا لا نقول بأن هذا المنوط به وفق اتفاق أوسلو. وفق اتفاق أوسلو هو كان اتفاق واضح بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستلعب دورا أساسيا في حماية الكيان الإسرائيلي ومستوطنيه. ولكن بما أن السلطة الفلسطينية أصبحت جزء واقع من الشعب الفلسطيني، حاولت حركة حماس وحركات المقاومة والفعاليات الشعبية أن تضغط أكبر قدر ممكن على السلطة الفلسطينية لممارسة دور حقيقي تجاه أنك تريدين بناء دولة. هذه الدولة لا يمكن أن أي أحد أن يثق بها قبل أن تقوم بحماية حقيقية للشعب الفلسطيني. فليستشهد 5,000 جندي فلسطيني، ما المانع؟ ما المانع؟ هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم، هذا هو تكليفهم، أن يدافعوا عن الشعب الفلسطيني وعن أرضه وعن مقدساته. أستاذ، لدينا خللا كبيرا في مفهوم الأجهزة الأمنية. نعم. التي أصبحت للأسف مرادفا لكلمة العمالة والخيانة للدم الفلسطيني. الأستاذ صالح أبو عزة، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، نشكرك جزيل الشكر. طيب، عندي ملاحظة الحقيقة وفيها شيء من الاعتراف في هذا السياق، طبعا ليس في سياق آخر. أنا كنت ممن يرفضون، على غرار العديد من الزملاء وربما بعض الزملاء أيضا اللي تابعوني الآن، لا أرفض أن نتناول مثل هذه المواضيع اللي فيها انتقاد ربما للسلطة في ظل هذا العدوان، على اعتبار بأن المعركة الآن هي ضد هذا العدو الصهيوني المجرم والفاجر. يعني في محاولة حتى لا نعطي فرصة للاتهامات بالفتنة، أو أنه ليس هذا أوانه وليس هذا وقته، والآن الاتجاه هو باتجاه المحتل لا غير. هذا هو الواقع الحقيقة، لأن المجرم يعني دمر وقتل في غزة ويمارس الآن أيضا القتل والتدمير في الضفة. لكن الحقيقة موقف السلطة لم يترك مجالا إلا وفرض نفسه علينا فرضا. السلطة وهي يعني والله لو بقيت صامتة على الأقل كان يمكن تفويت هذا الأمر وتأجيله إلى مرحلة قادمة. لكن أن ترسل عناصرك ليقفوا مع المحتل في شمال الضفة تحت ذريعة ضبط الأمن، فهذا لعمري الحقيقة لا يمكن وصفه تنسيقا أمنيا. أنا لا أراه تنسيقا أمنيا، أنا أراه أخطر وأكبر من ذلك بكثير. واسألوا الثورة الجزائرية ماذا كانوا يسمون المتعاونين مع المحتل الفرنسي. على كل حال، كان لزاما علينا أن نتناول هذا الملف، فقط للرد عمن ربما سيتحدث ويقول ليس أوانه. محسن من تونس، مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. يا أهلا بك. السلطة طبعا تقف على الربوة وتشاهد الجرائم فقط، وتغرد خارج السرب، خارج فلسطين يعني، وترضى كل رضا بأنها مؤسسة تابعة للعدو الصهيوني، وتوهم الفلسطينيين بسلام دائم وبحل القضية الفلسطينية، وهذا وهم. عملنا السلام متى أوقفت إسرائيل الحرب على قوتنا في فلسطين في كل اتجاهات، يعني سواء في غزة أو بالضفة الغربية أو في غيرها. أن إسرائيل دائما تقف وتهاجم وتصادر الأراضي يعني وتبني الأفواج، وهذا معلوم منذ الاحتلال. والسلطة على الربوة، يعني ليس السلطة كحالها حال العرب. نحن دائما كلنا في تبعي، حتى لا نخرج على الموضوع، كل العرب بيتبعوا، فما بالك عباس أو أمنه أو أجهزته. يعني الكل
وتبعية، والكل يرضخ للعدو الصهيوني والكل يرضخ لأمريكا، وهذا ما نلاحظه وما نشاهده وليس نقدا، بل هذه الحقيقة. وعباس لا ينفع القضية الفلسطينية في شيء، نعم، سواء كان موجود أو غير موجود. طيب يعني غزة يا محسن أن ينفع أو لا ينفع، فهذا الشعب الفلسطيني الحقيقة لم يعد يطرحه كثيرا. القصة الآن أن أجهزة السلطة ومعها السلطة باتت عونا للمحتل ضد شعبها من خلال مطاردة العبوات الناسفة التي يحاول المقاومون زرعها في الطرقات لحماية أحيائهم ومدنهم، وأيضا من خلال توفير هذه العناصر لدعم المحتل. 500 عنصر وفق هذه التقارير يدعمون سلطة الاحتلال في شمال الضفة، قال لك شو؟ لضبط الأمن. وكلمة ضبط هذه طبعا مزورة، هي في الحقيقة لمطاردة المقاومين، لأنه المحتل دائما يلعب بهذه المصطلحات. وأنا قلت على الفلسطينيين والعرب أن لا ينجروا خلف هذه المصطلحات، عليهم أن يختاروا مصطلحاتهم الأصيلة. الذي يتعاون مع المحتل في ظل العدوان ماذا يسمى؟ أعطيني أنت تسمية. لا أسميه عميل ويحكي عن أمن. هل هناك أمن الآن عند إخوتنا في فلسطين سواء كان في الضفة أو الغربية أو في غزة؟ ما فيش أمن، في حرب، في استعمار، في دمار. يعني وهو يحافظ على الأمن، يعني أي محافظ لو كان أعطى أوامر ربما يعني للأمن الموجود عنده لنفع إخوتنا الفلسطينيين لسه في شيء. الأخرى يقتل إسرائيلي مقابل فلسطيني، ليش موجودين عنده يحموه في 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 شكرا لك محسن، أشكرك محسن. طيب دعونا نتابع هذه الشهادات. طبعا هو الحقيقة الضفة، أهل الضفة بين نارين، بين نار الاحتلال وهذه النار أيضا، هذا التواطؤ الواضح الحقيقة لم يعد خفيا الآن من قبل السلطة وأجهزتها. بعض الشهادات من داخل مخيم طول كرم حول ما حصل معهم داخل هذا المخيم على أي المخيم على أيدي المحتل الصهيوني. نتابع. ما يفوتوش، كانوا أول كانوا يخربوا يعني ودمروا في الصحة والكهرباء والمواطير والهضول الامتناس زي هيك، كله يعني دمروه. يعني الله أعلم هسه أن الثلاجات جوا كانت تحت قاعدين يحرقوا، دشرناهم بالراشد كله ولعوا، عندي بواب يعني ابني مش حاطين هسه ولعوهن عشان يحرقوا الراشد كله، باب الدار اللي قاعدين مولعين نار باب الدور. طبعا طواقمنا توجهت في تمام الساعة 12 منتصف الليلة الماضية لإخلاء أحد العائلات داخل المخيم. العائلة تتكون من أطفال ونساء، بتنسيق مع الصليب الأحمر توجهت طواقمنا إلى داخل المخيم بأكثر من سيارة. عند وصولهم إلى المخيم أبلغنا الطاقم أن الاحتلال أجبرهم على إيقاف السيارات، ومن ثم انقطع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا داخل مخيم طول كرم لأكثر من ساعة. تواصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع الصليب الأحمر لإجراء التنسيق لطواقمنا للخروج من المخيم أو الوصول إلى الحالات لإخلائهم. أبلغتنا الصليب الأحمر الدولي بأنه تم احتجاز 5 من طواقمنا داخل مخيم طول كرم، ولا نعلم الوجهة التي تم اغتيادهم إليها حتى اللحظة، منذ فجر الليلة الماضية وحتى اللحظة لا نعلم أن تواجد طواقمنا بعد احتجازهم. طبعا تم تفتيش مركباتهم بشكل دقيق وترك المركبات في الشارع، تم إخلاء المركبات من الطاقم وترك المركبات داخل مخيم طول كرم. استلمنا المركبات قبل قليل ولكن لا نزال لا نعلم أي شيء عن 5 المحتجزين لدى قوات الاحتلال. حالة أثناء الدخول إلى المخيم هناك عرقلة كبيرة جدا، لا نستطيع الدخول بسهولة أو الخروج. التفتيش مستمر لكافة الطواقم، فحص هويات، تفتيش السيارة بشكل دقيق. طبعا جمهورنا العربي غير الفلسطيني لا تخطئ، المشاهد اللي كنت تتابع فيها الآن هي من الضفة وليست من غزة. لاحظ كيف جرفوها جرف، يعني هناك سادية لدى المحتل الصهيوني، سادية غير مسبوقة. هو مش فقط يطاردك أنت، لا، حتى شوارعك يجرفها، حتى الدوار الرومبوان سموه في تونس يجرفوا، يعني ما يترك لك شيء. قمة في السادية والإجرام من قبل هذا المحتل الصهيوني. وكل هذا اللي اتبعتوه يجري أمام أعين السلطة، سياسيين وعسكريين طبعا، في ثكناتهم وفي مكاتبهم
ومكيفات وطواقم، يعني ما شاء الله طقم الرئيس عباس وجماعته ويتابعوا. طبعا بين الحين والآخر يطلعوا ها والله ما هذا الذي يجري، تنديد، لكن تنديد خجول. ليش؟ لأنك أنت ترسل عناصرك الأمنية كما قلنا 500 عنصر أرسلتهم السلطة لشمال الضفة حتى يعاونوا إخوتهم الصهاينة. أنا أقول هذا الكلام الحقيقة ليس من عندي، أنا آتي به من 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 من, من مما يقوله النشطاء على صفحات التواصل. أنت شو تنسق مع العدو؟ التنسيق مع العدو، كلمة تنسيق هذه امحوها من قاموسكم. التنسيق هو الخيانة، ما في تنسيق، لأن كلمة تنسيق تبدو منمقة. فهمت علي؟ إدريس من ليبيا، إدريس من ليبيا، مساء الخير يا إدريس. طيب ننتقل إذن إلى محمود، مساء الخير محمود. ألو، تفضل. مساء الخير. مساء الخير أستاذ صالح. بالانتفاضة الثانية كانت الأجهزة الأمنية تقاتل مع الشعب الفلسطيني وراح منهم شهداء كثير، لكن بعد ما استلم محمود عباس السلطة جاب جنرال كيت دايتون، أكيد الكل سامع فيه، وشكل عمل غربلة لكل الأجهزة الأمنية، غربلوهم عدة أجهزة مخابرات عربية وإسرائيلية، شالوا اللي أعطوهم تقاعد مبكر، يعني ضابط عمره 27 سنة تقاعد، أحلوه على التقاعد مع إغراءات مالية عشان يسكر ثمه، وأجوا وخلق منهم دايتون الفلسطيني الجديد زي ما خلقوا بأمريكا الهندي الجديد. فهذه الأجهزة هي عبارة، خلينا نقول هم 70,000 أو 60,000. 60,000 يا أستاذ صالح يتبعهم على الأقل كل واحد عيلته، من عيلته زوجته واثنين أو ثلاثة، هاي صاروا إحنا بنحكي 300,000 عين مسلطة على الشعب وعلى المقاومة. سمعوا خبر بيقولوا لأنه في بياخذوا جوائز عليها، بياخذوا مكافآت على كل إخبارية ببلغوا عنها. يعني في جوائز فعلا عن كل إخبارية؟ طبعا يا أستاذ صالح طبعا. ولا ليش بيستقتلوا بيستميتوا عشان ياخذ الإخبارية ويجيبها، سواء ابنه بيجيب له إياها، جاره، أي شيء، على طول بياخذ إخبارية عنها. فأنت بجوز سمعت قبل أسبوعين لما حاولوا يعتقلوا أبو شجاع من مستشفى قبل ما يستشهد. نعم، أجهزة السلطة سمعت فيها هذه أكيد. فبالآخر مين اللي أبلغ عن معظم القادة اللي ببلغ عنهم هم الأجهزة الأمنية وعائلاتهم. طيب الآن 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 قلنا مرارا وتكرارا بأنه التصويب باتجاه السلطة الآن هو خدمة للعدو، لكن يبدو أنه كلاهما بات واحد. الآن السلطة توفر 500 جندي من جنودها ومن عناصرها لدعم قوات الاحتلال كما قيل لضبط الأمن في شمال الضفة، يعني خيانة عيني عينك الآن. طيب ماذا بقي أمام المواطن الفلسطيني في الضفة الآن أن يقول لهذه السلطة وأجهزتها الأمنية؟ أقول لك شغلة يا أستاذ صالح. مروان المعشر وزير خارجية الأردن قبل 5 أيام بندوة في عمان قال إنه الاستفتاء اللي سووه بالضفة الغربية، مش سوته حماس في غزة، قالوا 82% ما بدهم محمود عباس، 1%، اسمع هالرقم هذا، 1% صوتوا لخليفة محمود عباس اللي هو حسين الشيخ. 37% قالوا محمود مروان البرغوثي. 26 أو 36 والله ما أنا فاكر، أقل من مروان البرغوثي الشهيد إسماعيل هنية. فأنت هذا الاستفتاء لما ينعمل داخل الضفة الغربية تحت عيون أجهزة السلطة، هذا بيعطيك إنه هذا رأي الشعب فيهم. الشعب عارفهم إنه هذول عبارة عن خوان. شكرا لك. 500 رجل هذول يا أستاذ صالح هذول رايحين عشان هم اللي يشيلوا ما ينفجرش في إسرائيل خوفا عليهم، هم اللي يفككوا، هم اللي يفتحوا، وهم اللي يشيلوا الحواجز، هذه شغلتهم. شكرا لك محمود، أشكرك. شكرا لك محمود من سلطنة عمان. عبد النور من الجزائر، عبد النور، عبد النور،
عبد النور من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ صالح. وعليك السلام. أولا يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقبل كل شيء نتحفظ على تسمية السلطة، لأن السلطة في الحقيقة هي التي تمارس سيطرة حقيقية على الأرض، بحيث لا تنازعها فيها أي قوة أو تمتلك القوة اللازمة لمنازعة من ينافسها. أما هذه فهي مجرد ميليشيات لا أكثر ولا أقل، تقوم ببعض أدوار الرمزية، ولكن الخدمات التي تقدمها أكبر بكثير من عوائد هذه الأدوار إليها. هذه السلطة أو هذه الميليشيات إن صح التعبير لم تترك لأحد مقالا، وقد حدثت الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين المقاومين قبل بضعة أيام، قبل أسبوع أو أكثر، في مدينة نابلس، حيث وبمجرد انسحاب الكيان الصهيوني من المدينة جرت اشتباكات بين المقاومين في عرين الأسود وبين هذه السلطة. خصوصا علينا ألا نتذكر بعد ما قال الأستاذ ضيفك قبل قليل بأنهم فعلا يقومون بنزع العبوات عن الصهاينة، ويحاولون استفزاز المقاومين بطريقة أو بأخرى، طارة من خلال التعرض لشباب المقاومة، وطارة من خلال التعرض لقادة المقاومة الذين يصابون في معارك مع الكيان الصهيوني أو غيرها، كما حدث مع أبي شجاع في طول كريم حيث حاولوا اعتقاله إلى أن هب المواطنون ونجحوا في إبطال هذه المحاولة الدنيئة. إنها ليست سلطة فلسطينية، إنها سلطة دايتون. دايتون هو الذي أسسها، وهو الذي مولها، وهو الذي أعطاها الشرعية. هل هذه السلطة قتلت من الصهاينة على الأقل ولو عن طريق الخطأ صهيوني واحد؟ وفي المقابل نجد أن الصهاينة، سواء الجيش الصهيوني أو حتى المستوطنين، قتلوا في الفترة ما بين 2009 إلى 2024 حسب بعض الإحصائيات أكثر من 3600 مواطن فلسطيني في المقابل، ولا يوجد أي قتيل صهيوني قتل على يد أبناء هذه السلطة. طيب. ولو عن طريق الخطأ. شكرا لك عبد النور، أشكرك عبد النور، حتى نعطي فرصة لآخرين. شكرا لك واعذرني. طبعا يريد دائما المشارك يختصر حتى نستفيد من الوقت. الآن سنتابع دليل ملموس عما نتحدث عنه، هذا التناغم بين العربة العسكرية التابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية والعربة العسكرية التابعة للمحتل، يتجاوران في الميدان وفي الطريق ويسلموا على بعضهم ويحيوا بعضهم، يعني تبتعد العربة العسكرية الصهيونية لتفتح الطريق أمام العربة العسكرية التابعة لأجهزة السلطة، ثم تعيد إغلاقه أمام المدنيين كما سترون الآن، وأمام بسطاء القوم. دورية للاحتلال تغلق الطريق في طول كرم وتفتش السيارات، سيارات المدنيين البسطاء اللي أمثالنا، وتفتش حتى أطفال المدارس. عندما تأتي السيارة العسكرية التي تتبع أجهزة الأمن، سترونها الآن، سيارة سوداء، تزيح لها الطريق أو تفتح لها الطريق العربة الصهيونية حتى تمر هذه السيارة تابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية. طبعا اللي في داخل سيارة الأمن الفلسطينية لا يلتفت لقومه، لا يلتفت لشعبه، كيف يفتشون، كيف ينكل بهم، ليش عاملين لهم حاجز، لا 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 لا، ما يعنيه هو أن يمر هو شخصيا طبعا أبها VIP، ثم تعود السيارة الصهيونية لتغلق الطريق. ركزوا في المشهد لأنه معبر للغاية، نتابع. لاحظين الآن السيارة العربة العسكرية الصهيونية يعني تتراجع وتفتح المجال لهذه السيارة التي تتبع أمن السلطة الآن التي تمر، يفسح لها المجال وربما يحيوا بعضهم طبعا، ثم تعود السيارة أو العربة الصهيونية لتقطع الطريق أمام المارة من المدنيين، والتفتيش طبعا يطال الجميع.
اللي كان راكب طبعا في السيارة التابعة للسلطة لم يلتفت لأبناء شعبه بالمرة، غادر الرجل، لا يعنيه الأمر. على كل حال هذا الذي يجري، هذا مشهد ربما يختصر جانب مما نتحدث عنه. أشرف من مصر، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازيك يا استاذ صالح؟ يا هلا بيك. بص يا سيدي، احنا خلاص سيبنا مرحلة التناغم والتماهي ووصلنا لمرحلة التطابق. هذا المر بالسيارة وغيره دفع الثمن وقبض الثمن، وكلهم بالسلطة الفلسطينية أو السلطة الإسرائيلية، سمي منهم كيفما شئت، الاثنين متطابقين مع بعض، نقدر نعجب بمهنيتهم وحرفيتهم. فإذا كنا في الماضي كنا بارعين في الهجاء والفخر، فأصبحنا نطلق أسماء جميلة ورنانة، أصبحنا نطلق اسم التعاون، تنسيق. أيوة. تحت بند التعاون والتنسيق أبو عباس بيعمل اللي هو عايزه. تحت التعاون والتنسيق في ظل الرئيس مرسي رحمة الله عليه، السيسي زار إسرائيل 7 مرات بدون مبرر وبدون إعلام، وكانت النتيجة كده. فهم بيشقولنا ألفاظ رنانة جميلة تستقطب الناس كده وتبقى تلمعهم وتنجمهم، وهي في الواقع لو بصيت للمقلوب بتاعها هو عين الحقيقة، هي الخيانة والزلة والوضاعة. فاللي بيحصل في عالمنا العربي دلوقتي. طيب هل علينا أشرف إذن مراجعة العديد من المصطلحات من قواميسنا بالضبط، ومن إعلامنا أيضا؟ يجب أن تكون هناك وضوح حتى الأجيال المقبلة تكون الرؤية عندها واضحة. يعني أنت لاحظ الآن بعض وسائل الإعلام طول النهار يحكي لك إسرائيل 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 إسرائيل، هو وسيلة إعلام عربية، مش حتى يعني موقعها في بلد غربي كما هو حالنا. ملكيين أكثر من الملك، وفعلا لازم نراجع مصطلحاتنا ولازم نقف على الأرض ونسمي الأمور بمسمياتها ونبعد عن السفاهة. تخيل أن واحد يقف لك حاليا 2024 تحت شجرة التفاح ويقول لك وجدتها وجدتها وجدتها، ما هو إلا أبلة، ما هو إلا أبلة. إحنا طول الفترة دي بنحاول إعادة اكتشاف العجلة، وما هي إلا وسيلة للتيه وضياع الوقت على الشعوب حتى وصلنا للي إحنا فيه. فمن أول حنة لليل حنة للخيل، من أول حلمنا العربي انتهاء بتسلم الأيادي، ضاعت وبتضيع كل شيء حتى الهوية العربية. مفيش ناجح غير المقاومة، هي اللي واقفة على الأرض، هي اللي لمس الأرض بأيديها، وللأسف الشديد كلنا متواطئين عليها حتى السمالة. شكرا لك أشرف من مصر، أشكرك. عبد الرحمن من المغرب. عبد الرحمن، عبد الرحمن، طيب ننتقل لفاطمة إذن. ألو، مساء الخير يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. شكرا لكم كنترول، اسمح لي لأني مريضة شوي بصح، معليش. سلامتك، تفضل. المهم الله يسلمك، سلطة دايتون هذه، عباس وجماعته وسوقته، هذا يا فرج هو المصيبة الأولى والكبيرة في التنسيق على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة. المقاومة في جهة رام الله، جهة رام الله في المقاطعة هذه، هو هذا كيشوفوا له الصرفة، لازم كيفاش يتنحى هذا الإنسان، لأنه هو المصيبة الكبيرة لأولاده تتعالج أو تقرأ عدد الصهاينة، وخلي الشعب الفلسطيني يلحق في الشباب، يقتلوا في الشباب، ينحوا في العبوات، حتى النايلون هذاك اللي حطوه يقلق بينه وبين الشباب وما يشوفوهمش من هذو من طائرات المسيرات، يروحوا السلطه ينحوه لهم. هذا وش من سلطه؟ هذه ما هي السلطه، هذه عار على الشعب الفلسطيني، عار على الشعب الفلسطيني كله، والشعوب الدول العربيه اللي يمدوا في الاموال يمدوا فيها الخدمه للدول الصهيونيه. فهمت؟ يعني انت ترين حتى الدول العربيه التي تقول بانها تدعم السلطه وهي داعمة للقضية الفلسطينية مثل الجزائر، عليها أن تراجع سياساتها الآن؟ فاطمة؟ أين أنت يا فاطمة؟ انقطع الاتصال. أنا كنت أريد أن أسأل حقيقة أنه بعض الدول العربية التي يعتد بمواقفها مثل الجزائر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، عندما يكون حال السلطة بهذا الشكل، فهل على الجزائر وأمثال الجزائر أن تراجع سياساتها تجاه السلطة؟ ليش تعطي أنت في المال لهذه السلطة إذا كانت هي أصلا عونا للمحتل ضد شعبها؟ فهذا يسيء للجزائر أيضا.
على كل حال هذه وجهة نظر مطروحة. عبد العظيم من الأردن يقول: السلطة خانت القضية الفلسطينية وقد جاءت لتنفيذ مخططات الأجندة الإسرائيلية. وابن عباس الذي يكذب على الشعب الفلسطيني ويقول: سيدخل غزة، ادخل الضفة أولا، أسهل إن استطعت، أقرب من غزة إن كنت صادقا، يعني إن كنت قادما لإغاثة غزة. يقول عبد العظيم من الأردن: فأغث الضفة أولا إن كنت فاعلا. كلام معقول أيضا، لأنك أنت رايح الغزة ليش يعني؟ إذا أنت أصلا الضفة مش قادر تحميها فرايح الغزة ليش؟ سؤال في غاية الوجاهة. موسى نصر من الأردن يقول: السلطة الغير وطنية هي الذراع العسكري لحماية الاحتلال، تقتل المقاومين وتدل العدو على مكان تواجدهم. أحاول الاختصار لأن الوقت ضيق. سليمان من الجزائر يقول: هذه السلطة زرعت كسرطان من قبل الكيان الصهيوني لاحتلال الشعب الفلسطيني ونهب خيراته، فهي سلطة صهيونية لا أكثر ولا أقل كما يسميها. عبد الله من تونس يقول: أليس فيكم رجل رشيد حكيم يا أمة المليارين؟ هل غابت فيكم الهوية؟ هل فقدتم الأحاسيس؟ ما نراه في فلسطين وخاصة غزة والضفة من دمار ومجازر وتنكيل بل إبادة تشيب منه الولدان، لذلك أرى نفسي وإياكم في عداد الموتى. يعني طيب وبعدين ما قلت شيء، هذا الصدر ظليت أقرأ في رسالتك ما يعني ما أكملها الرسالة يا عزيزي، المطلوب كذا، أعطيني رسالة فيها معنى، ليس فقط البكاء على الأطلال. أنا لا أقبل الرسائل اللي كلها بكاء على الأطلال، أعطيني دائما تكون أنت عندك وجهة نظر، عندك موقف، عندك تعليق، عندك انتقاد، عندك مدح، عندك رؤية، عندك حل. هذا ما نبتغيه في هذا البرنامج. طيب، أم محمد من الإمارات تقول: السلطة هي الوجه الآخر للمحتل، تقتل أهلنا وتنكل بهم أكثر من أعدائهم، وهم راضون كل الرضا لما يحصل بأهلنا. ربما تشير إلى السلطة هنا، يحصل بأهلنا سواء في غزة ومدن فلسطين كافة، وهؤلاء نحن براء منهم. تقول أم محمد من الإمارات. طيب، أدركنا الوقت، نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، ثم لنا عودة لاستقبال المزيد من مشاركاتكم عبر الهاتف، وأيضا عرض المزيد من المداخلات عن طريق الواتساب. طيب، نبدأ من غزة. اليوم 42 بعد 300 للعدوان الصهيو أمريكي، 34 شهيد في 3 مجازر بالقطاع، تستمر دوامة العنف دون توقف في هذا القطاع. هذا أدى طبعا إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41,118 شهيدا، وأكثر من 95,000 إصابة منذ 7 أكتوبر. إلى الخبر التالي، في الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني أمام الجمعية العامة يطالب بإنهاء الاحتلال خلال 6 أشهر. يستعد الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار طويل ومفصل وشامل، ويستند مشروع القرار إلى قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في حزيران، وسيطرح للتصويت عليه في الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل. ننتقل للخبر التالي. حماس تقول: مستعدون لتنفيذ وقف إطلاق النار المستند لإعلام بايدن. هذا ما أكدته حماس، وتقول بأنه لا تنازل عن هذا الرأي والموقف. أعربت حماس إذن عن استعدادها لتنفيذ فوري لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستند لإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار الماضي. يعني قطعت الشك باليقين إنجاز القول. إلى دمشق، إنزال جوي وأسر إيرانيين، هذا ما يؤكده هذا الخبر إن صح طبعا، هجوم إسرائيلي على مصياف السورية. نفذ جيش الاحتلال عملية إنزال جوي لجنود خلال عدوانه الواسع على مدينة مصياف وسط سوريا، بحسب مصادر تحدثت وأكدت تمكن المحتل الصهيوني من أسر إيرانيين خلال هذه العملية. طبعا نتحدث عن العدوان الأخير فجر الاثنين.
شن الاحتلال عدوانا واسعا على منطقة مصيف بريف حماة الجنوبي وسط سوريا، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة 37 آخرين. الجانب الإيراني الحقيقة لم يؤكد أسرى أي عناصر من عناصره. إلى الخبر التالي، نقلا عن مصادر صهيونية، زيارة رئيس الأركان المصري لحدود غزة رسالة للداخل وليس لنا كما يقول هذا المصدر. عقيد إذن احتياط في جيش الاحتلال موشي العاد قال إنه لا داعي للانفعال بشأن زيارة رئيس الأركان المصري أحمد خليفة إلى الحدود مع قطاع غزة، لأن الرسالة ليست موجهة كما قال هو إلى كيان الاحتلال، بل هي إلى المعارضة الداخلية في مصر وفق قوله. طبعا بعد الفاصل نتحول إلى غزة والنشام العرب الرسميين. طبعا العرب والمطالبة بوقف العدوان، تستمعون إلى كلمة نطالب بوقف العدوان منذ بداية هذا العدوان إلى يوم الناس هذا، يعني لأحد عشر شهرا العرب لم يملوا المطالبة في كل منبر وفي كل مكان، نطالب بوقف العدوان، نطالب بوقف العدوان، نطالب في وقف العدوان، نطالب بوقف. طيب حدا التفت إلى العرب؟ لا. توقف العدوان؟ لا. طيب هل أعد العرب لفرض مطلبهم هذا؟ لأنه أنت عندما تطالب بشيء يكون عندك قوة لفرضه فرضا، مثل حال المعارضات القوية عندما تطرح مطلب أمام نظامها تفرضه في الميدان في الشارع. ما ليش المظاهرات اللي تشوف فيها أنتم دائما؟ لفرض المطالب الشعبية على الأنظمة. طيب العرب الآن عندما يطالبون بوقف العدوان والعدوان لم يتوقف، واضح بأنهم أضعف من أن يفرضوا مطالبهم. هل سيواصلون الاستجداء على الدوام؟ سؤال نعود إليه بعد قليل.